السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، هنواصل اليوم في مادة الميكانيكا الهندسية، ذلك من خلال الشابتر رقم 9 اللي هو عنوانه Kinetics of Particles in Newton's Second Law. طيب، هنواصل في شرح البروبلم رقم 4. من خلال البروبلم هذا بيقول لك Determine the normal force great A، يعني great هذا أكيد فيه normal، and عاوزين نعرف قيمة الماس بتكون معطى 10 كيلو، التسارع اللي حينزل به اللي هو الـ A حيكون 2 متر بير سكند سكوير، وزاوية الانحناء هذه حتكون 30 درجة. طبعا ويقول لك نفس الشيء، أعطينا التسارع متاع الصندوق هذا لما ينزل عمودي. طيب، أول شيء حنسوي الفري بودي دياجرام. الرسمة هذه حتعطينا أنه فيه الواية اللي هو الماس في G، فيه النورمال N، وفيه نفس الشيء التسارع. طبعا التسارع حيكون في الاتجاه هذا اللي هو A. طبعا على محور هذا حتكون الزاوية هي نفسها الزاوية، هي حتكون الزاوية تيتا، يعني الزاوية هذه هي تيتا، هي نفسها الزاوية هذه، يعني هي نفسها الزاوية هذه تيتا. هنستعمل يعني قانون السيجما F يساوي الماس في الـ A. القوة الموجودة على المحور، يعني المحور Y اللي هو المحور العمودي. على المحور Y عندنا النورمال يعني بتكون موجبة، and ناقص الماس في G لأنه يعني عكس المحور، بتكون تساوي يعني الحركة حتكون عمودية نازلة تحت، يعني حتكون الكمبنة بتاعت على المحور هذا بتكون مقابل، يعني حتكون ناقص يعني التسارع، يعني حتكون ناقص الـ A في الساين تيتا، يعني حتكون الـ M في ناقص A ساين تيتا. هذه المعادلة الأولى. من خلال المعادلة هذه نقدر نجيب النورمال تساوي الماس في G ناقص A ساين تيتا. هذه هي النورمال، بنعوضها قيمة الماس اللي هي 10، والجي 9.81، والتسارع اللي هو 2، ساين تيتا اللي هي 30 درجة، وبتكون قيمة النورمال تساوي 88.1 نيوتن. هذه هي قيمة النورمال. بالنسبة للتسارع بتاع الكريت بتاع الصندوق، يعني زي ما شفناه حيكون التسارع يعني العمودي اللي هو A sin theta. ليش؟ لأنه هذا منحني والزاوية هذه نفسها بيكون نازل، يعني بتكون A sin theta. نعوضها بتكون يعني 2 متر بير سكند سكوير، فالساين 30 بتكون 1 متر بير سكند سكوير. هذه هي التسارع متاع الصندوق. طيب، الحين نمر للبروبلم الأخير اللي هو البروبلم رقم 5. البروبلم هذا يعني في مجموعة من الصناديق نازلين يعني في العربة هذه. أول صندوق حيكون يعني في النقطة A، حيقطع المسافة D اللي هي 3 متر، حيوصل للنقطة B يعني بتسارع VB. في النقطة A حيكون velocity VA قيمته 2.5 متر على حسب المعطيات per second. عاوزين كم تساوي السرعة اللي حيوصل بها الصندوق هذا؟ مع العلم أن زاوية الانحناء هذه 30 درجة، الميو كي معامل الاحتكاك 0.3، والماس بتاع كل صندوق اللي هي 12 كيلو، يعني هذه هي المعطيات. نفس الشيء حنستعمل الفري بودي دياجرام على الصندوق هذا. طبعا حنستعمل سيجما اف يساوي الماس تسارع اي. طبعا حنرسم القوى اللي موجودة على الصندوق هذا اللي هو نفسه هذا. لو ناخذه هنا الصندوق، بيكون عندنا أول شيء عندنا النورمال متاعت الصندوق اللي هي النورمال الآن، ما حيتحرك في الاتجاه هذا يعني حيكون تسارع هنا، حتكون هذه يعني معامل الاحتكاك حيكون عكس الحركة، حيكون هو الاف اللي هو الميو في النورمال، لأن الميو كي في النورمال. فيه الماس في الجي، طبعا ما ننسى انه هذه نفسها الزاوية، يعني هذه نفسها الزاوية تيتا. يعني لو ناخذ السيجما اف على الام اي، بما انها الحركة على
المحور يعني هذا يعني حتكون الماس، لو ننزلها على المحور هذا بتكون مقابل ساين، يعني حتكون ماس جي ساين تيتا. الميو كي في النورمال عكس، محور الحركة بتكون ناقص ميو كي في النورمال تساوي الماس في الاي. هذه هي المعادلة. خلال المعادلة هذه نحتاج للنورمال، لازم نجيب النورمال. حنستعمل سيجما اف، يعني هذه نزلناها على المحور يعني واي، لكن اكس لو نزلها على المحور واي تساوي يعني نفس الشيء، يعني هذه على المحور اكس لما بتكون على المحور واي نفس المعادلة ام اي، حتكون يعني النورمال على المحور واي، وفيه الـ mg minus mg cosine تيتا. لكن بما أنه ما فيش حركة على المحور y يعني بتكون تساوي صفر، منها تساوي صفر، على طول نقدر نقول أنه النورمال تساوي الماس في g cosine تيتا. طيب نعوضها هذه في المعادلة الأولى، النورمال هذه نعوضها في المعادلة هذه، نقدر نجيب قيمة الA اللي هي التسارع، بتكون G sin تيتا ناقص الميو K في النورمال على النورمال على الام، يعني حتكون G cosine تيتا. هذه هي يعني الميو K، لأن النورمال ام نقسمها على الام تكون هذه الـ A. بنعوضها الـ A بتكون يعني 2.356 متر بار سكند سكوير. أصبحت الحين التسارع معلومة. بعد ما جبنا التسارع هنجيب القانون، بما أن المسافة هذه سرعة في A وهذه سرعة في B والمسافة المقطوعة هي دي، قانون بيقول أنه في b سكوير ناقص b a سكوير تساوي 2 d في ال a، يعني ال a بتكون v b او ال a هي معلومة، عاوزين ال v b، يعني ال v b بتكون 2 d في ال a plus v a سكوير تحت الجذر التربيع، يعني هذه الفيلوسيتي v b. بنعوضها، لما نعوضها بنتحصل على velocity في بي تساوي 4.515 متر بير سكند. هذه السرعة اللي حينزل بها الصندوق، يعني هذه هي velocity اللي هي هذه اللي حينزل بها الصندوق، يعني بعد ما يقطع المسافة هذه. يعني كده نكون يعني جاوبنا على البروبلم رقم 5. طيب نلتقي إن شاء الله في محاضرة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.